أفشة 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 كاف بيختار هدف أفشة الأفضل في دوري أبطال إفريقيا. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوز هدف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في مرمى بيتا كلوب بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بجائزة أفضل هدف في البطولة. ونشر كاف على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك للسنة الثانية على التوالي هدف مجدي أفشة أمام بيتا كلوب يفوز بالتصويت لأفضل هدف في هذا الموسم. وتفوق هدف أفشة على منافسه الجنوب أفريقي هابي مشياني لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي سجل هدفه في مرمى بيترو أتلتيكو الأنجولي في مرحلة دور المجموعات. أفشة النهاردة بيكمل عامه الثاني داخل جدران النادي الأهلي. خلينا نروح نشوف بما أنه جاهز مع حضراتكم معانا خلينا نوري جمهور النادي الأهلي ماذا قال أفشة عن وجوده للعام الثاني على التوالي في النادي الأهلي. أفشة قال سنتين مروا على انتقالي للنادي الأهلي أفضل حاجة حصلت في حياتي على مستوى مسيرتي الرياضية وكرة القدم. ما كنتش أتخيل الوقت يمر بالسرعة دي. بفضل الله سنتين بطولات كبيرة وإنجازات كثيرة. قبل ما أجي النادي الأهلي كان ممكن أقول دي بطولات كتيرة جدا. وبعد ما لعبت وفهمت طبيعة النادي نكمل وجمهوره طلعوا مش كفاية لأن مفيش كفاية في النادي الأهلي. إن شاء الله إن كان لينا نصيب نعيش معا الأهلي سنين وبطولات وإنجازات لأن أغلى حاجة في النادي ده الوقت. يا تخرج منه كاتب التاريخ يا تخرج منه تاريخ لم يكتب. شكرا جدا على كل كلامكم الطيب ومشاعركم الجميلة. أنا الحقيقة اللي بشكرك يا أفشة. أنت واحد من الناس المحترمة اللي كل جمهور النادي الأهلي بيحبه وكل جمهور النادي الأهلي عارف قد أنت شخص طيب وشخص محترم. كل لعيبة النادي الأهلي اللي هيكون ليهم مساندة كبيرة جدا جدا من الجمهور خلال الفترة اللي جاية. جمهور واعي جمهور كبير عارف قيمة اسم ناديه وعارف قد إيه إن النادي ده بيتعرض لأشياء كثيرة جدا. ناس بتقولك إيه بص العصفورة بس مش ده جمهور النادي الأهلي. مش جمهور النادي الأهلي اللي بيبص للعصفورة. مش هتعرفوا تلهوه مش هتعرفوا تودوه في اي حته لان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي. 8 مباريات من نار جوه الملعب من نار جوه الملعب عشان الدوري يفضل في مكانه يفضل في دولابه في مقر النادي الاهلي في الجزيره.